قالوا لي ما نعرفش مسؤولية الجامعة، رحت الجامعة تاني قابلت الدكتورة صافي نازم، ما كانتش عايزة تقابلني، قالت لي إن الورق فيه مشكلة. قلت لها مشكلة إيه يا دكتورة؟ قالت لي الإدارة العمل الإدارة المركزية للشؤون القانونية بلغت المديرية بتاعت مديرية إدارة الامتحانات إن البيانات فيها خطأ. قلت لهم هطلع لكم نسخة تاني من رحت لإدارة الشؤون المركزية وقلت لهم هطلع لكم نسخة تاني من الورق، وتوجهت بالفعل لإدارة العامة للامتحان اليوم حالا. فوجئت بالكارثة، أنا طلبت النموذج الامتحان أو نموذج النجاح، قال لي ده رقم الجلوس مش بتاعك متغير. أنا رقم الجلوس الأصلي بالصدفة ابني محتفظ بيها، هو ده رقم الجلوس باسم فادي أيمن منصور وموجود في المدرسة اللي هي مدرسة خالد بن الوليد سابقا المشير أحمد إسماعيل حاليا، وتسلسله من كي جي 1 لتالتة ثانوي في نفس المدرسة، والمدرسة دي الطالب اللي خد رقم الجلوس ده نفس الرقم اسمه سمير فرج، لا يوجد اسم بهذا الاسم في مدرسة خالد بن الوليد إطلاقا. أنا كنت مدرس في المدرسة، أنا كنت مدرس في المدرسة وهو مسيح، هما الثلاثة المسيحيين في المدرسة كانوا ثلاثة، كان واحد اسمه أندرو وفادي وماريو، مفيش حد اسمه سمير فرج. لمصلحة من تم هذا؟ فوجئت ان رقم الجلوس على إدارة عمل امتحانات باسم حد تاني، وانا معايا بيانات ابني كلها ومعايا كمان استمارات نجاحه في السنين اللي قبل كده، استمارة تالتة اعدادي واستمارة ستة ابتدائي والتسلسل من المدرسة ممكن اجيبه بالكامل من كي جي 1 لتالتة ثانوي. لمصلحة من يتم ذلك؟ سيادة الوزير، سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الأب للجميع، أرجو التدخل الفوري في هذه المشكلة. ابني عنده امتحان يوم السبت وبالتالي مستقبله هيضيع، مستقبله هيضيع. من فضلكم أستاذ عمرو أديب اهتم بالموضوع، أستاذ أحمد موسى اهتموا بالموضوع، الموضوع دي حاجة، دي قضية رأي عام، ده مش حاجة هزار، ده مستقبل ناس بتضيع وفي ناس تاني بتاخد المستقبل ده إزاي؟ وأنا أصلاً مدرس تربية وتعليم، يعني إزاي يتم كده؟ شكراً لكم، شكراً لكم.